حلمي من وانا صغير انه يكون عندي روبوت، والحين بسنة 2019 شريت واحد. إيه حتى انت تقدر تشتري، تخيل. يلا تستاهل. ليش تتخيل يبا؟ الحين اراويك اياه ونشغله مع بعض. ساند باي. منو فينا يوم كان صغير ما كان يحلم يكون عنده روبوت؟ نداء الى جميع الشفترز، مساكم الله بالخير، شلونكم شفترز؟ اليوم صج مثل ما قلت لكم راح اراويكم الروبوت اللي شريته وراح نتكلم عنه ونجربه مع بعض. انا على جيلي كنت اشوف سانشير وجمار وكنت اقول اوف هذا كان زين يصير عندي واحد نفسه وشي واتحكم فيه بالكمبيوتر ويتهاوش ويدافع عني. وعقب ما كبرنا قمنا نشوف أفلام هوليوود مثلا فيلم ريل سيل اللي هم يتحكم بالروبوت. وبعدين هم فيلم ويل سميث آي روبوت اللي صار كل الناس كل البشرية كل واحد عنده روبوت خاص فيه. يعني أنا أول شيء تخيلته أبي روبوت يمنتج، هذا أول شيء تخيله ويصير عندك روبوت يمنتج. والله تنحل وايد أمور بالدنيا. شنو المهام اللي ودكم يصير عندكم روبوت عشان تخلونه وهو يسويها؟ أفكار وايد ممكن تطلع معانا، كتبوا لي خلينا نشوف شنو الأشياء اللي ودكم الروبوت يسويها. تبون تشوفون الروبوت صح؟ سلام، شنو هذا؟ قبل لا نجربه خل اراويكم الباكجينج ماله بعدين ندخل في تفاصيل المنتج. شيء قوي قوي قوي، كيوت كنا صح؟ صغيرون. بالصدفة كنت قاعد أتمشى في محل إلكترونيات كان أشوف هذا. شنو شيء غريب، جيب ونجربه مع بعض. زين الحين بسوي داونلود حق الأب وبشوف شنو نقدر نسوي فيه، شلون نقدر نتحكم في هذا الروبوت وبشوف شنو المميزات. للأمانة لين الحين ما جربتها، بجربه وياكم ونعرف هذه المميزات مع بعض. المميزات، تدخل الأب ستور تكتب ستورم تروبر راح يطلع لك ستورم تروبر روبوت. شوفوا اللوجو مال ستار وورز، انا سويت له داونلود بس الحين بنبطله مع بعض. اول ما تبطله موسيقى ستار وورز. شيء عجيب. عقب ما ينزل مجموعه اشياء وداونلودز وهالسوالف وابديتس يقول لك انه سو اكاونت، تسوي اكاونت، تحط ايميلك وتسوي لك اكاونت. بعدين يقول لك نو روبوت هاز بين سيت اب اون ذس اكاونت. اوكي فنحط سيت اب نيو روبوت. عشان تشغل الروبوت مالك لازم تعرف اليوزر نيم والباسورد ماله. اوكي شلون تعرف اليوزر نيم والباسورد؟ مكتوب لك انه هو راح يكرر اليوزر نيم والباسورد every 10 seconds، كل 10 ثواني راح يكرر لك يقول لك اليوزر نيم والباسورد. لازم اول شيء نشغله. عشان تشغله هني دقمه الاون والاوف، هذه وحده الاون والاوف، وهني في دقمه عشان تسوي الريسيت مال الواي فاي. هوب تذكرني بشغلة، تسوي نفس الحركة بالضبط، نفس حركة الأوزمو بوكيت. لحظة انطر سلام. شوفوا الحين شلون قاعد يقول الرقم. خلاص حطينا اليوزر وحطينا الباسورد. الحين طالب مني اني اشبكه على الواي فاي اللي عندي. بعد preparing update، قصة طويلة كنا. اوكي اول عداد خلص بسرعة، ثاني واحد الحين خلنا نشرب لنا قهوة على ما يخلص. يلا شنو ممكن تسوي؟ ابي خليك تمنتج اليوم. انا قاعد اشب ليت احمر يشب ويطفي. الكاميرا هني صايرة ما تبين، شوفوا الكاميرا هني صايرة على اللون الاسود فصايرة هي ما تبين. Your robot is finalizing update and may reboot يطفي several times، ممكن يطفي اكثر من مرة ويرد يشتغل. يلا رفع ايده بروحه يا جماعة. عدينا خس كف صار قام يتمشى بروحه يا جماعة، ما سويت شي. انا وراك، اي وراك، انا كان هني
يس ويلكم تو ايرث حبيبي روبوت. شنو اسميه على ما يخلص ابديت؟ ابيكم تفكرون شنو الاسم اللي ممكن نسميه. ما ادري هل لازم نسميه نعمله از روبوت ولا از بيت. اكتبوا لي اقتراحات. نبي اسم قوي نسميه ويكون معانا من اليوم ورايح. امس قلنا ان كنا قاعد نسوي سيت اب حق الروبوت. اليوم نبي نجرب نشغله ونشوف شلون راح نتحكم فيه. راح يبطل معانا على طول الانترفيس مال البرنامج. في عندنا تيك كوماند وعندنا سيتنجز وفيس كابتشر وفريكوينتلي اسك كويستشنز. فنبلش على طول بتيك كوماند. خلينا نعطي الاوردرات في تريننج ميشن سنسي. خلينا نجرب براكتس. في عندنا المربع اللي على اليمين نقدر نتحكم فيه باتجاه نظرته. نحرك يمين يسار. في اس هم هني. هنشوف خلينا يمشي فيه. لا 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 تدعم لا تدعم نرجع. طب 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 في شغلة مكتوب streaming on off. هي off شاشة سوداء حطها on. راح تشتغل الكاميرا اللي بين عيونه هذه. يعني أنا إذا بحرك هني وهو قاعد يشوفني بالكاميرا اللي بين عيونه. خلينا نجرب شغلة ثانية. صدق شيء عجيب. الحين أنا قاعد أتحكم بالآيباد وهو قاعد يتحرك. قاعد يصير كنا اللي نشوفهم بالأفلام. أنا أتحكم فيه دايركت. أنا قاعد راح أخليه منتج راح أخليه منتج. تختار إنه easy ولا normal ولا hard. الحين مثل ما قاعد تشوفون في طالع عندي بورد هني. فأتحكم أخليه يسوي الأشياء اللي هني. أشوف أوكي. صورة قاعد تمشي وهو قاعد يمشي هناك. في عنده جمل جاهزة تختار منها. Name Action has been said. هنشوف Face Capture شنو تسوي. الحين عندنا أربع شخصيات نقدر نأخذ لهم Face Capture. فخلينا نشوف. خلنا نأخذ ويهي. لازم ويهي يكون على داخل الدائرة. سكان سكسسفل. طلع وين؟ هذه الأسئلة دشيت على الأسئلة المتكررة عندهم. شنو الأجهزة اللي تدعم البرنامج تدعم الروبوت؟ كل أجهزة الآي أو إس تقريبا. آيباد برو، آيباد إير، آيباد ميني 4 أو ليتر، آيفون 6 S أو ليتر. أندرويد فيه بس شغلة واحدة. شكتر يطول 2 hours play time. بطاريته تكفيك ساعتين من اللعب. تشحنه بساعة تلعب فيه ساعتين. وايد أشياء شكله يقدر يسويها. راح وايد يوزك ويعجبك. أنا صراحة عجبني. وهو أنا شريته من قفلت الآيباد. عشان تعرفون وين تشترونه أنا للأمانة شريته من إكسايت الغانم. ما أدري إذا فيه موجود بأماكن ثانية بس أنا شريته من إكسايت الغانم وسعره كان 40 دينار وهو أتوقع أغلى من كذي بس كانوا مسوين عليه عرض بأربعين دينار. سعره أعتبره مو رخيص لكن على المميزات اللي فيه يستاهل. بس نجيب ناحية ثانية الأكشن فيجرز يكون حتى لو ما يسوي شيء ما في كمبيوتر ما في ولا شيء بس شكل يوصل سعره 100 دينار وفوق. فهذا منطقي بالنسبة لهم إذا تبي تقارن معاهم لكن هم السل سعره مو وايد رخيص. أنا حبيت التجربة فيه. أول شيء الكونكشن نرفزني على ما أنا أسوي الأبديت وأشبكه مع بعض ويتعرفون على بعض. طول معي مو بسرعة خلصته مع أنه قاعد أشوف أونلاين يقولون أنه تقدر بعشر دقائق تخلص العملية هذه كلها. ما أدري أنا أمس كانت العملية وايد طويلة معي. اليوم بسرعة خلص أول ما شغلتها شبك. فما أدري هل هذه كانت مشكلة شبكة ولا ما أدري شنو بالضبط. بس عقب ما تخلص هذه مرحلة الداونلود والأبديت التجربة راح تكون وايد ممتعة. الروبوت هذا من إنتاج شركة يوبيتك. عندهم مجموعة شغلات. في عندهم آيرون مان عندهم شغلات ثانية. وبالنهاية هذه كانت تجربتي لهذا الروبوت. أتمنى أن التجربة عجبتكم واستفدتوا منها. أشوفكم فيديوهات جاية ومع السلامة. قول لهم مع السلامة. العلم فتعلم واخترع بنيته جمار وراح يعمل ليل نهار من أجل الخير ولفعل الخير ويحارب الأشرار. هلا يا هلا بسنشير البطل المغوار. تعال فعال مشاهده هيا يا صغار. هلا يا هلا بسنشير.
بطل المغوار. تعالوا تعالوا شاهدوا هيا يا صغار، بطل